اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن عظيم سعادتي بمناسبة الثقة المولوية الغالية التي شرفني بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والنصر والتمكين، إذ تفضل جلالته بتجديد ثقته الغالية في شخصي المتواضع وعينني وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش. حظيت بالثقة المولوية الشريفة بتعيين وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بناء على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم دورته يناير 2022. إذا عينت بهذه المدينة، هذه المدينة الزاخرة وذات الموروث الثقافي والإنساني الضارب في جذور التاريخ، وهذه المناسبة صادفت احتفال الشعب المغربي قاطبة بمناسبة تخليد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة. إذا فبقدر ما أحس بعمق هذا التشريف المولوي السامي، بقدر ما كانت هناك أحس بثقل المسؤولية التي أصبحت على عاتقي. هذه المسؤولية التي تتطلب مني أن أتشبث بروح المسؤولية، بروح يعني العزم، وكذلك بالتشبث بقواعد العدالة لإيصال الحقوق لأصحابها، لحماية الحقوق، وكذلك حماية الحريات، وكذلك لخدمة المواطن وجعل القضاء في خدمة المواطن. إذا فلقد تم تجديد الثقة في شخصي المتواضع من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بعدما كنت وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي. هذه المحكمة التي أصبحت في ظرف سنة وثلاث أشهر محكمة نيابة عامة نموذجية على المستوى الوطني، وذلك بشهادة الخبراء، خبراء اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة السيبيج، الذي اعتبرت أن محكمة الاستئناف بأسفي أصبحت ثاني محكمة من حيث تحقيق المبادئ المتعلقة بالنجاعة وفعالية العدالة. إذا فهناك خطة عمل سوف أقوم بتتبعها من خلال مناشير ودورية السيد رئيس النيابة العامة التي نعتبرها كخارطة الطريق لنا في العمل بالنيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وسوف يتم العمل على حسن استقبال المواطن، الاستماع إليه، الاستجابة لكل متطلباته، وكذلك تبليغه بكل القرارات التي تتخذ في الشكايات التي يقدمها. سوف نعمل كذلك ونحرص على احترام الأجل الافتراضي لتدبير الشكايات والمحاضر. هذه الأجل هي محددة في شهر يونيو 2021، تم الاتفاق بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي على ألا تتعدى مدة البت في المحاضر شهرين والشكايات ثلاثة أشهر. وقد سرنا في هذا المسار عندما كنا نشتغل بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأسفي، وسوف نعمل على تنزيله بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش. كذلك سوف نعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الأخذ بجميع الآليات وكذلك التي وبدائل الاعتقال الاحتياطي سوف يتم تفعيلها. كذلك سوف يتم العمل على تخليق الحياة العامة، وكذلك حماية المال العام، ثم سوف يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج الطريق الذي دعا إليه جلالة الملك في مجموعة من الخطب السامية وفي مجموعة من المناسبات.
إذن سوف أكون خير خلف لخير سلف، وسوف يكون ذلك بمساعدة السادة القضاة، كذلك مساعدي القضاء بما في ذلك المحامون الذي يعتبرون يعني جزء من أسرة القضاء، وكذلك أطر وموظفي كتاب الضبط الذي نعتبرهم الأضلع الأساسية لتصريف الأشغال بالنيابة العامة، وكل من يتعامل مع المحكمة أو العدالة بصفة عامة، لا من قريب ولا من بعيد، ونتمنى التوفيق والنجاح والسداد لنا وكافة العاملين بحقل العدالة بالدائرة القضائية، وشكراً.